خلينا نروح لزميلنا احمد عويس ناقدنا الرياضي الكبير وهو اللي ملم اكتر بهذا الامر. يا عويس اخبارك ايه يا حبيبي؟ مساء الخير يا كابتن اسلام. مساء الفل. مساء الخير عليك وعلى جماهير النادي الاهلي. الخناقه لسه دايره ولا انتهت ولا الموضوع ماشي ازاي ولا الامور ماشيه؟ يعني قول لنا لو عندك اي معلومات تخص هذا الامر فيما يخص هل تم تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية؟ هل ستقام في موعدها؟ محدش لسه عارف حاجة حتى الآن. والنهارده كان في اجتماع زوم للمكتب التنفيذي الاتحاد الأفريقي، لسه الخلاف داير. مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي عايزة البطولة تتأجل، ومجموعة مصممة إن البطولة تتلعب. لسه لحد دلوقتي لم يتخذ قرار. باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي هيسافر الكاميرون بكرة عشان يقابل الرئيس الكاميروني ويتفقوا بقى هل البطولة هتتلعب ولا مش هتتلعب. طبعا الكلام على خسائر مرعبه في التسويق وخسائر للكاميرون اللي صرفت حوالي 2 مليار دولار على البنيه التحتيه للبطوله ورافضين تماما تاجيل البطوله. الاتحاد الدولي وبعض اعضاء المكتب التنفيذي، معلش يا عويس انا اسف انا اسف في النقطه دي تحديدا، هم هل رافضين تاجيل البطوله ولا تقصد الغاء البطوله؟ يعني ولا هم رافضين؟ مفيش الغاء البطوله، لا مفيش الغاء البطوله. اوكي. الاعضاء اللي عايزين ياجلوا البطوله ل 2023 في نفس الميعاد. ل 2023 اذا الموضوع دلوقتي بيقف على هل سيتم تاجيل البطوله ل 2023 ولا لا، لكن موضوع الالغاء ده خلاص انساه. مفيش الغاء، لانه الغاء ده خسائر كبيره جدا للكاف، وخسائر كبيره جدا في عقود الرعايه، وخسائر كبيره جدا للكاميرون اللي صرفت مليارات لانشاء ملاعب، والحقيقه ملاعب رائعه. فالموضوع اعتقد صعب جدا ان البطوله، حتى لانه حتى بطوله 2023 المفروض تتلعب السنه اللي جايه، لسه حتى تصفياتها ما اتلعبتش. فهتتلعب التصفيات امتى؟ وفي لسه البلاي اوف هيتلعب في شهر 3 وكاس العالم في شهر نوفمبر، فما فيش ميعاد اصلا للبطوله الجديده تتلعب لها تصفيات. فعشان كده هم بيفكروا ياجلوا البطوله ل 23 وبطوله 23 تبقى 25 وترجع تنتظم البطوله في ميعادها تاني كل سنتين. واعتقد انه موضوع كل سنتين ده هيبقى هيطرح المناقشه انه هي البطوله الوحيده اللي في العالم اللي بتتلعب كل سنتين، اعتقد هي وكوبا ليبرتادوريس او بطوله ابطال امريكا الجنوبيه. اعتقد انها هترجع هتتلعب كل اربع سنين. انما الكلام دلوقتي على التاجيل ليناير او اقامه البطوله، ولكن طبعا اقامه البطوله في ظل التطور الجديد في كوفيد والمخاوف في الانديه الاوروبيه واللي بيحصل في الدوريات الاوروبيه دلوقتي من تاجيلات المباريات والجواب الرسمي اللي اتبعت من رابطه الانديه المحترفه الاوروبيه اللي بتطالب فيه بتاجيل البطوله، كل دي طبعا وخناقه الفيفا انفنتينو مش عايز البطوله تتلعب عشان يرضي الاوروبيين. صامويل ايتو رئيس الجديد الاتحاد الكاميروني مصمم على البطوله تتلعب. الحقيقه خناقه كبيره هتتحسم بكره اعتقد في اجتماع باتريس موتسيبي. بكره ولا الاربع اللي انا سمعته؟ الاربع سيتم حسم. لا هو هيسافر بكره، فالاجتماع لانه لازم باتريس موتسيبي يرجع الدوحه تاني الاربع عشان يحضر نهائي كاس السوبر. اوكي. لان يعني نهائي كاس السوبر الافريقي اكيد رئيس الاتحاد الافريقي لازم يبقى موجود فيه. تمام. اعتقد هو هيسافر بكره، ممكن يتقابل الثلاثه ويرجع تاني الدوحه. فبالتالي يعني من هنا لغايه يوم الاربع هيبان فيما يخص موضوع الامم الافريقيه. هل سيتم يوم الاربع خلاص يوم 22؟ موضوع الالغاء ده خلاص احنا نحطه بره القاموس بتاعنا. هو اذا قد يكون هناك تاجيل، والتاجيل مش هيبقى لشهر 6 ولكن هيبقى لشهر 1 2023. بالظبط كده، صح كده؟ وطبعا طبعا ولم يطرح خالص فكره اقامه البطوله في قطر. الحقيقه لانه سمعت بعض الناس بتقول ان البطوله، بعض الناس قالوا هتتلعب في قطر، لم يحدث. لا قطر طلبت ولا المكتب التنفيذي ناقش. المكتب التنفيذي النهارده كان بيناقش حاجتين، يا تتاجل ل 2021 يا 2023 يا تتلعب دلوقتي عادي. هو ده فهو ده اللي هم بيتفقوا عليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا اللي هي البطوله العربيه وما حدث فيها، واعتقد انه خلال ايام هيتم طرح فكره اقامتها كل سنتين قبل البطوله العربيه. يا عويس بس عشان يبقى اخذنا كل الاطروحات اللي موجوده في هذا الامر. عفوا، هل البطوله الافريقيه امم افريقيا هل من الممكن ان تقام في ميعادها بدون المحترفين، بمعنى انها تقام بالمحليين فقط؟
هيبقى الاتحاد الافريقي بيعمل بطولتين محليين؟ ما اعتقدش. اه هتبقى بطوله بلا معنى وبلا وحقوق الرعايه كلها هتضيع لا ما اعتقدش يعني. لو اتحاد منطقيا يعني، محليين لكن هي هتبقى مش تاني معلومة، هي منطقيا يعني. منطقيا طبعا، ولم يناقش الموضوع. هو دلوقتي هو صراع قوه بين الانديه الاوروبيه وبين الاتحادات الافريقيه. الانديه الاوروبيه ممكن تمنع لعيبتها ان هي تنضم، وطبعا احنا في ظروف استثنائيه، انه حد يقول لك اوقف اللعيبه اللي هترفض الانضمام او الانديه اللي هترفض ان تبعت لعيبتها. الفيفا هيلجا ان احنا عندنا ظروف استثنائيه، وانه من حق زي ما عمل الاتحاد الانجليزي لما منع صلاح انه يجي، وزي ما عملت الاتحادات كتير منعت لعيبتها ان هي تروح في ظل جائحه كورونا. فاعتقد انه ظروف استثنائيه هتدي مخرج للفيفا، انه لو الفرق الاوروبيه ما بعتتش لعيبتها لا هيوقف ولا هيعمل، وهتبقى البطوله هتتلعب لمجرد ان اعضاء الاتحاد الافريقي عايزين البطوله تتلعب وخلاص بس. وهتبقى بطوله الحقيقه ضعيفه، لانها تبقى بالمحليين، ما اعتقدش انها هتبقى قويه وهتجيب رعاه، زائد ان رعاه مش هيدفع الزخم اللي عليها الطبيعي في وجود محمد صلاح ورياض محرز وكذا وكذا، هيقل طبعا. وحكيم زياش ورامي بن طبعا سبعيني طبعاً. وكل نجوم المنتخبات العربيه، اعتقد انه هيبقى صعب جدا. طيب بالنسبه بقى نروح لكاس العرب وردود الافعال بعد هذه البطوله الرائعه، يعني هناك البعض بيقول ان يعني المستوى الفني لم يكن جيد باستثناء 3 4 منتخبات، ولكن الشكل العام الشكل التنظيمي حاجه رائعه جدا الحقيقه. اول حاجه البطوله نجحت نجاح حتى المنظمين نفسهم ما يعني ما كانوش متخيلين النجاح ده. والحقيقه برضو البطوله كمان اظهرت بعض السلبيات لدوله قطر في تنظيم كاس العالم. في حاجات كتير طبعا ظهرت في الدخول وفي الخروج وفي التحركات وفي الملاعب اللي جنب بعض، هيبقى في حاجات تانية تعديلات. الفيفا مع الاتحاد العربي بدأوا يناقشوا فكرة إقامة البطولة كل سنتين في ميعادها ده في قطر، وقد يتم في خلال أسابيع قليلة توقيع عقود بين الاتحاد العربي والفيفا والاتحاد القطري، من أجل أن البطولة تبقى زي كأس العالم للأندية لما كانت بتتعمل في اليابان في الأول. هتبقى بطولة موسمية هنا لحد ما تستقر، وقد يتم ان هي تنتقل بين الدول العربية. ولكن الحقيقة عوامل نجاح البطولة من حضور جماهيري وملاعب ووجود جاليات كبيرة لكل الدول، اعتقد ان هي هتبقى هنا في منطقة الخليج اكتر، لان اغلب منطقة الخليج فيها جاليات عربية من كل الدول، فهيبقى في حضور جماهيري كبير زي اللي شفناه في كل المباريات، في مباريات من دور الثمانية لحد النهائي. ايوه واعتقد يعني انه هتبقى كل سنتين هنا ان شاء الله. يا مسهل يا رب. اخيرا الاهلي ووجود النادي الاهلي في قطر لاستعدادا طبعا لمباراه السوبر الافريقي ان شاء الله يوم الاربع، ايه الاخبار؟ الدنيا عامله ايه؟ الاحوال عامله ايه؟ الدنيا لعيبه النادي الاهلي، انا عارف ان انت موجود هناك ولكن في اوتيل اخر، ولكن اشرح لنا وجود النادي الاهلي عامل حاله من الزخم احنا شايفينها الحقيقه دائما على قناه النادي الاهلي منذ ان وصلت البعثه وحتى الان، ولكن محتاجين نعرف برضو من عين اخرى. مبدئيا تذاكر حضور المباراه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي سولد اوت خلاص دلوقتي، خلاص جمهور النادي الاهلي خلصت. خلصت طبيعي. تقريبا بعد طرحها بساعات بدا جمهور النادي الاهلي يدخل على، انت عارف انه الحجز مفهوم الامان جمهور الرجاء، واعتقد انه جمهور الاهلي هيبقى تقريبا 3-1 او 4-1 في المدرجات باذن الله. ده من جانب الحضور الجماهيري للمباراه. المباراه تقام على استاد احمد بن علي، وهو الاستاد الرياني القديم. استاد حطينا صور النهارده للاستاد، حاجه كانت رائعه جدا الحقيقه، غرف خلع الملابس. الملعب رائع، هيبقى فيه حاجات كتير قوي هتتعمل في المباراه قبل وبعد، حاجه يعني حاجه مبهره فعلا. الاهلي لعب على الملعب ده مباراه بايرن ميونخ في كاس العالم للانديه، فاللعيبه عارفه الملعب. اتمنى انه اللعيبه تبقى على قد المسؤوليه ويقدروا يحققوا الفوز. الجماهير
الجاليه بتجهز داخله، في جماهير جايه على فكره من كل دول الخليج، يعني اصدقائنا كتير جدا هيوصلوا بكره وبعده ويوم المباراه الصبح عشان يحضروا المباراه ويرجعوا. والحقيقه ده جمهور الاهلي يعني طول الوقت عامل زخم وعامل حياه أيوة. في اي مكان بيروح. يا رب كل التوفيق ان شاء الله في النادي الاهلي ان شاء الله يوم الاربع القادم في مباراه السوبر الافريقي. بشكرك جدا يا عويس، لو عندك اي مستجدات طبعا بكره او بعده ان شاء الله ناخدها منك. اشكرك شكرا جزيلا ناقدنا الرياضي الاستاذ احمد عويس من قطر. زي ما قلت لحضراتكم حاجات كتيره جدا بنحاول نلمها لحضراتكم خلال الايام السابقه.